انا باش نكون معكم تاني في السكه هو ان الملفات هاونا الساده قضاه يجونا هذيك التسويه اللي تكون او الاقتراح اللي تبداه مديريه املاك الدوله من تنزع قدم اقتراح نقول لهم بلي التالتهم بلي نقترحوا لكم الطرف ما يقبلش لأن بالنسبة لهم مبلغ احنا كهيئة قضائية كمحكمة إدارية الأول شيء اللي نديره هو أننا نعينو خبير بسيو الإكسبير نعطوه كل صلاحيات اللي يشوف لنا اول حنا نقولوا بلي يشوف القطعه الارضيه ينتقل لها عندنا بالنسبه للمبلغ يشوف لنا احنا نعرفوا بلي باغي يشوف وقت النزع يعني اذا كانت 2011 2012 2013 باغ اكزومبل يشوف داك الوقت هو شي يدير هو باغي يروح مديريه الضرائب يجي يروح عند مديريه الدوله يروح لادوش يروح ثاني يشوف كاع التصنف حنايا بالنسبه لينا حنايا دوك مين يجي يجيب لنا فوخشات يجيب لنا فوخشات قال بلي اون 2013 باغ اكزومبل اي سي انا نيك وحنا نهضروا على البناء قطعه قال بلي اونتخ جو بونس على واحد كيما هكا يقول بلي اونتخ جو بونس 10000 حتى 20000 دينار هو يروح يبروبوز لا مواد لو ميليو يقول لك 16 15 لا مواد هذا اللي حنايا رانا نتعاملوا به ونشوفوا لك سموه لا تفضل